اتفضل يا فندم، اتفضل سؤالك. فندم، أنا كنت في الجيم وبعدين كنت ايه؟ الجيم. مدم يعني في الأول، ودلوقتي شيء مش خالص. اي اخر مرة شميت امتى؟ ولو حاجة صغيرة كده. هو أنا رحت عند الدكتور وخدت علاج وكده، خدت علاج وكده، وبعدين شميت شوية ورجعت تاني مش عارف. انا برضو السؤال بقول لك اخر مرة اخر شميت امتى؟ امتى؟ من شهر رمضان كده. يعني الشهر اللي فات. اه طيب حاضر. شوف، هو دلوقتي الحمد لله العصب بتاعك لسه ماتش. ساعات العصب بتاع الشم من الاعصاب الاوليه اللي هي ضعيفه جدا وممكن تتاثر باي حاجه. فما تحاولش تقعد كل شويه تشم في حاجه او اي حاجه عشان نفسك بتشم ولا لا. لكن الكلام بتاعك بيثبت انك انت هتيجي بالعلاج. في حاجه من الاثنين، العصب بتاعك موجود في الهرم بتاعك هنا فوق خالص. فاي حاجه تسد السكه جوه الانف ما تخليش الريحه توصل لفين؟ للعصب. وعشان الريحه توصل للعصب لازم تكون عند الذوبان في الميه، فبتدفع للعصب بحيث العصب يقدر يشمها. اذا اي حاجه في السكه سد السكه دي خالص، زي لحميه، زي حاجز انفي، زي التهابات، بتروح سدلك السكه زي ما يكون واحد حاطط ايده على عينه كده، فما يبقاش مش قادر يوصل عشان يشم. وده غالبا الحاله بتاعتك لانك شميت قريب، يعني معناته العصب لسه موجود وشغال. الحاله بتاعتك يا اما تروح بالعلاج، يا اما تتعمل اشعه مقطعيه وتعمل منظار، لازم برضو بالمنظار ونشوف ايه اللي مانع ريحه العصب. واخد بالك؟ في اللحظه دي بتبقى عمليه صغيره وبسيطه، ونشيل اللي هو قدام العصب لو كان لحميه او حاجه، مش هتحس ساعتها ترجع تشم تاني. تمام، نرجع لموضوع العلاج. اول حاجه العلاج اللي ممكن حضرتك تبتدي بالعلاج الدوائي او بالعلاج هو العلاج الدوائي مهم جدا. اه ده اول حاجه. اه خصوصا اللي قلت عليه من شويه. آه. ده بيفتبان بيفتبان وبينزل اللي في الاوضه، ولازم ماده مذيبه عشان ينزل.